فده موضوع مهم جدا جدا جدا، بيعانوا منه عدد كبير جدا المصريين، عدد كبير. واحد زميلي بتاع جهاز هضمي بقول له اخبار الشغل، قال لي لو مفيش ارتجاع مريء يتخرب بيتي. والله العظيم قال لي لو الناس ما عندهاش ارتجاع مريء يتخرب بيتي. قال لي انا كل عيادتي ارتجاع مريء، ده شغال جهاز هضمي فقط. فاحنا نخلي بالنا، لا داعي انك تروح لدكتور وانت بتشبع، لا داعي تروح لدكتور وانت بتاكل بسرعه. في حديث جميل جدا 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 للي بيحب ان احنا نسند كلامنا بالحديث او بالايه، في ناس بتحب كده جدا جدا يعني. في حديث روعه، تحدثوا على الطعام ولو بسعر السلاح. اتكلم وانت بتاكل، سبحانك الله، كأن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أستاذ في كل الطب. إيه؟ أما تتكلم هتاكل قليل. ده أنا اشتريت السيف ده ب50 جنيه. اللي بياكل قصادي هيقول لا ده ضحك عليك، ده ب25. التاني يقول لا ده أنا جايبه ب70. الناس هتتكلم هتاكل قليل. أنا للأسف الشديد، للأسف أنا شفت هذه الظاهرة في فرنسا. في فرنسا، مش هقول لك في حتة تانية. راجل لا علاقة له بالإسلام وقعد ياكل ياكل في 3/4 ساعة، وإحنا المسلمين خلصنا أكل في 5 دقايق. فالأكل ببطء مهم جدا جدا. نمرة 2، امضغ الأكل. في عضو ما بنستخدموش، سنان ما بنستخدمهاش، دي خطيرة جدا جدا. يبقى كلها نصائح، انت مش عايز علاج، انت عايز نصائح. طبعا قد يكون فتق الحجاب الحاجز او المعده تخش جوه السن كبيره وهتحتاج جراحه، مفيش مناقشه في كده. نحن بنتكلم عن الحالات البسيطه اللي هي بيقول لك انا بيجي لي حموضه بعد الاكل، قد تكون لها سبب تاني طبعا، انما اذا كانت ارتجاع مريء دول النصيحتين طبعا هتروح لدكتورك طبعا، لان احنا ما بنعالجش هنا في التلفزيون خالص، احنا بندي نصائح. حاجتين، ممنوع الشبع وممنوع الاكل بسرعة. على فكرة الاتنين دول هينفعوك لو انت وزنك زايد. في رسالة جميلة جدا جدا